اهلا بيكم ومرحبا في قناتكم قناه روز ذا شانل لفيديو جديد عن مسلسل اترك بيبي. قبل ما نبدا حط لايك للفيديو سبسكرايب للشانل شير الفيديو ده كتير وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه اعملوا فولو على انستغرام ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل اترك بيبي واخبار حديثه جدا من الصحفي ياسين، والصحفي ياسين كلامه دايما بيبقى صح فاكيد الاخبار دي هتكون صح. والاخبار دي قالها امتى؟ قالها امس في البث المباشر اللي طلع فيه على حسابه، وقال زواج دينيز من إيدا حصل بشكل حقيقي، وإيدا لما هتعرف هتغضب جدا من دينيز، لكن دينيز مش بالسهولة هينفصل عنها، لكن الكل هيساعدها وسركان هيفضل معاها للآخر حتى ينتهي الزواج ده. وقال إن زواج إيدا ودينيز مش هيستمر كثيرا وهينتهي سريعا. أيضا قال دينيز وسلين هيظهروا قريب جدا جدا في المسلسل وهيتفتحوا إن هما العمل الخطة دي كلها مع بعض، وأيضا الصور بتاعتهم هتتعرف وكل ده قريب جدا جدا ومش هيطولوا وهيمطوا في الأحداث. وقال أيضا أنه لا يوجد نهاية لمسلسل أترك بيبي فاطمنوا يا محبي المسلسل. وآخر حاجة قالها أن الكتاب هيتغيروا من بداية الحلقة 36، وده الخبر اللي كنا كلنا مستنيينه وهرمنا من أجل هذه اللحظة أن الكتاب بتوع المسلسل يتغيروا. أنا كنت مليت من الكتاب بيتغيروا كل كام حلقة، لكن حقيقي الكتاب الجداد اللي كانوا موجودين دول كل مسلسلاتهم كانت مسلسلات دراما، فحولوا مسلسل اترك بيبي لمسلسل درامي اكتر من انه مسلسل رومانسي كوميدي. فاحنا في الحلقه 35 من مسلسل اترك بيبي، يعني من الحلقه 36 هيبقى فيه كتاب جداد، لكن حتى الان ما اعلنوش هم هيكونوا مين. وبس هي دي اخبار الصحفي ياسين. وبس كده يكون الفيديو خلص. اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.